عايزين نتكلم عن أهمية تعزيز ودعم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب، ورئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وجه بده. خليني أقول لك على حاجة، احنا خاصة في الحوار الوطني طبعا. لا، احنا الناس برضو لازم تبقى فاهمة حاجة مهمة جدا. مصر من 2014 يمكن لسنوات متقدمة شوية كانت المشكلة فيها ايه؟ انه الناس بتتعامل مع وضع استثنائي بقواعد تقليدية فيما يتعلق حتى بالممارسات السياسية. يعني انت كنت بتتكلمي فعلا على بلد في وضع استثنائي، محاربة ارهاب وغيره، فكنت بتلاقي في دعوات طول الوقت بتتكلم على ايه؟ انه الممارسة السياسية التقليدية العادية اللي هي تتناسب مع وضع مستقر. لما جت الدعوة للحوار الوطني، بعض الناس كانت بتفسر انه النظام دعا لحوار وطني او يعني لانه في ازمه وانه محتاج القوى السياسيه تيجي تقعد معاه عشان تحل هذه الازمه. انا كنت شايف انه الدعوه للحوار الوطني كانت ترجمه لاستقرار بلد، استقرار دوله. يعني احنا مرينا بفترات كانت فيها مشاكل وكانت في اجراءات استثنائيه اتخذت وكان في يعني كل اللي الناس كانت بتقول عليه كان موجود، لكن ده كان لضرورة. انتفت هذه الأسباب فبقى عندي حالة انفتاح سياسي، لدرجة عايز أقولك أنه مثلا كان بعض الناس مشاركين في الحوار الوطني في المراحل الأولى هو مش مصدقين، مش مستوعبين، والكلام اللي اتقال في جلسات الحوار الوطني يمكن ما فيش معارضة في تاريخ مصر قبل كده كان فوق سقف التوقعات، حصل تقول هذا الكلام ويذاع على الهوى فاحنا قدام اداره ما عندهاش هذه المشكله. بالعكس، انت ترجمت دعوتها للحوار انك وصلتي لمرحله من الاستقرار. انا بيبقى عندي مشكله تانية انك بتطالبي الاحزاب والقوى السياسيه واللي هم بينادوا بيه المشاركه السياسيه وتوسيع الطرق والافاق ان هم يكونوا على قدر هذه المسؤوليه او يكونوا على قدر هذه الدعوات. ان الحياه مفتوحه، انت لما عملت انتخابات رئاسيه وكان فيها رؤساء احزاب والناس طلعت في التلفزيون واتكلمت وانتقدت فتبدا في ايه؟ حاله التشكيك. انا بتهيألي انه الناس محتاجه تصدق ان احنا نقدر يبقى عندنا ممارسه سياسيه حقيقيه ومدعومه. يعني الرئيس لما يجي يقول لك انه هو الذي دعا للحوار الوطني والدوله هي اللي وفرت كل الدعم اللوجستي لانه الحوار ده يتم، ولا تتخيل انه اداره الحوار الوطني نفسها، يعني في جنود مجهولين كده ورا حكايه الحوار الوطني دي، انه ازاي اصلا يتعمل ويطلع. او عايز اقول لك على حاجه، التعامل مع المعارضه المصريه اصعب 100 مره من التعامل مع النظام. كويس؟ فدي نقطه مهمه، ولما الرئيس هنا يؤكد عليها الناس مفروض تبني على ده بشكل اساسي.